بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم هذا الفاصل الجديد وعنوانه طوفان الأقصى عبور جديد. طوفان الأقصى عبور جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انتصارنا على إسرائيل يوم 6 أكتوبر قبل 50 سنة لم يكن عبثيا ولا عشوائيا، كانت دروسا عظيمة من الجهاد والاستعداد للشهادة في سبيل الله. قهرنا إسرائيل يوم 6 أكتوبر، أذللنا إسرائيل، أهلنا إسرائيل، أخضعنا إسرائيل بفضل الله، بقى الله أكبر. قصص وملاحم وملامح البطولات المصرية والعربية تكتب فيها آلاف الكتب. وبعد حرب أكتوبر تصورت إسرائيل أنها الوحيدة في المنطقة. البلاد العربية قدمت لها قرابين الطاعة، البلاد العربية حتى السعودية بتفتح سفارات في تل أبيب. عندئذ فإن إسرائيل طالت أزرعتها، كل يوم ضرب في غزة وفي أريحة وفي الضفة الغربية، وكل يوم انتهاكات للمسجد الأقصى، والعالم كله يصفق لها، لا أحد يعترض، حتى الزعماء العرب لا يتكلمون ردا على انتهاكات إسرائيل اليومية للمسجد الأقصى، مصر النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كانت إسرائيل المتغطرسة كما وصفها الرئيس السادات في حاجة إلى صفعة قوية على جبينها وإلى ضربة عاجلة تفيقها، فكان العبور الجديد. العبور الأول يوم 6 أكتوبر، العبور الثاني يوم 7 أكتوبر بعدها بيوم، طوفان الأقصى. أرقام مذهلة لم يتصورها أحد، إنجازات مبهرة لم نكن نحلم بها. زارت إسرائيل على حقيقتها، على جبنها، على قصر قامتها، على تضاؤلها أمام الله أكبر، أمام الله أكبر، الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كلكم تابع الأحداث، مئات الأسرى، آلاف القتلى. وصلنا إلى عمق 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 إسرائيل، أسقطنا طائرات، دمرنا مدرعات، استولينا على سيارات، كل شيء في الحرب عملناه تحت لسان صادق وعمل صادق وجهاد صادق تحت عنوان ولسان حال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حتى يعلم الجميع أن إسرائيل ليست هي السيد في المنطقة، لا، إنها أصغر وأحقر وأزل من أن يسعى إليها الزعماء العرب لتوطيد وتطبيع علاقة به، إنها أقصر قامة من أن نقدم لها قرابين القرب إلى إسرائيل. للأسف أخطأنا كثيرا في التعامل مع هذا الكيان الصهيوني، ثم استرددنا كرامتنا، غسلنا العار يوم 6 أكتوبر، غسلنا عار الهزيمة سنة 67، ويوم 7 أكتوبر مع طوفان الأقصى استرددنا كرامتنا، استشعرنا أننا لازلنا أحياء، لازال فينا أبطال، لازال فينا شهداء، الأمة لازالت فيها رئتان للتنفس. كم أنا سعيد وفرح، وكم كل مسلم سعيد وفرح أن الله تعالى قوانا وأعطانا المنعة والقوة حتى أزللنا إسرائيل وزلزلنا إسرائيل. والعالم كله الآن عرف جيدا أنهم يساعدون كيانا وهميا، كيانا كاذبا، كيانا جبانا، أما نحن فنحن أصحاب الأرض، نقف على أرض صلبة، لسان حالنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لسان حالنا لن تبقى إسرائيل صاحبة الذراع الطويلة العمر كله، لقد قصصنا أجنحتها، لقد بطرنا أجنحتها، لقد قطعنا أجنحتها، ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.